بس أنا أقول هذا العيد أتمنى يكون العام بالخير على النازحين، على الفقراء، النازحين يرجعون ديارهم، الفقراء، المشاريع، المحافظة تتعمر. يعني أريد أعيد بمحافظة بها أمان، الناس مرتاحة، وهم أرجع وأقول كل عام وأنتم بألف. بدأ نبارك لقناة الرشيد عيد الأضحى المبارك، ونبارك للشعب العراقي، ويا رب أنه يعم الأمن والأمان ربوع هذا البلد والاستقرار. وأمنياتنا لكل الناس المهاجرين والمهجرين بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أحب أهني كل أهلي بمحافظة ديالى والشعب العراقي بشكل عام، ويا رب إن شاء الله النازحين يعودون إلى ديارهم، وإن شاء الله يكون جميع المسؤولين على كلمة واحدة بما يخدم الشعب. كون الشعب العراقي اليوم ينتظر مساندة جميع المسؤولين من خلال تنفيذ وتفعيل القوانين المهمة اللي تخدم الشعب، ويا رب وكل العراق والعالم بألف خير. طبعا نتمنى أن يكون العراق بأيام خير وأفراح ومسرات دائما، أن يكون هادئ وخالي من الأحداث الأمنية ومن الملغصات. الشعب العراقي تعب، نتمنى أن تكون أيامنا كلها أفراح، ليس فقط في أيام الأعياد وإنما سائر أيامنا كباقي السكان في العالم وكباقي دول العالم. كل عام وأنتم بألف خير.